أنا اسمي محمد الطنطاوي، 38 سنة، خريج خدمة اجتماعية، برسم من وأنا في ابتدائي، وأنا في الثانوي اشتغلت في القشرة مع أخوالي وحبيتها طبعا عشان واتطورت فيها، لأن كان يعني كانت زي الرسم برضو، كان فيها رسم وكده. ولما اتخرجت من خدمة اجتماعية ما حبيتش حياة الوظيفة، واتجهت في طريق اللي أنا أكمل في الأساس. بشتغل بقالي 22 سنة فيها. طبعا اشتغلت في القاهرة شوية ولفت في المصانع واشتغلت في الورش كتير، وخدت خبرة من هنا ومن هنا لحد ما ربنا ألهمني اللي أنا أدمج من بقايا الخشب، اللي أنا أصنع الأنتيكات وأصنع البورتريهات من بقايا القشرة. حسيت اللي الشغلانة بتاعتنا ده هتنقرض، فحبيت اللي أنا أدخل فيها، اللي أنا أطورها. طب إزاي إحنا نطورها؟ اللي أنا أعمل الحاجة سمارت فرنيتشر مثلا، إحنا بنستورد الحاجة دي من بره، طب ليه أنا ما صنعهاش وتكون بتكلفة أقل وبخامة أعلى؟ بدأت مشواري اللي أنا بقيت أجمع كل جنيه، إن أنا أعمل ورشة الأول، وربنا أكرمني اللي أنا بعد الورشة عملت المعرض. ما حبيتش اللي أنا أكون زي الناس اللي أنا اللي بتفتح المعارض وخلاص، لا، أنا حبيت اللي أنا أنزل بحاجة مختلفة. يعني أنا عارف اللي هي هتطول شوية، بس ده اللي جاي بعد كده. السمارت فرنيتشر اللي هو استغلال المساحات، ويكون القطعة الأساس اللي أنا بعملها يكون فيها كذا غرض، وفي نفس الوقت اللي أنا بعمل ماتشنج مع الديكور اللي موجود في الفراغ، والعميل يكون مرتاح فيه. البقايا الخشب دي أنا مش بفرط فيها، مش برميها، يعني بصنع منها مثلا أباجورة، بصنع منها نجفة، بصنع منها مثلا حتة أنتيكة صغيرة. المهم اللي هي ما تترميش، المهم اللي هي تديني حاجة يعني تبقى حلوة، وفي نفس الوقت مثلا تقضي الغرض، يعني ما تكونش حاجة منظر وخلاص. فن القشرة اللي هو اللي ان انا بعمل منه بورتريهات، يعني حبيت اللي انا ادخل الرسم، ادخل معاه القشرة، ان انا اعمل الاتنين مع بعض دمج. فالحاجة دي كانت جديدة، فجديدة عليا وجديدة في مصر يعني عموما، فلقيتها الحمد لله ناجحة وكويسة معايا. أنا ممكن أنزل الساعة 8 الصبح، أطلع زي ما أطلع، يعني ممكن الساعة 11 بالليل 12، على حسب ما يكون حابب اللي أنا أشتغل. أنا بحب أصنع الحاجة بإيدي، مش حابب اللي حد يعملها، هكون راضي عنها أكتر. برسمها بقى كده وبقعد مع نفسي كده، اللي أنا إيه أظبطها كده اللي هي تطلع صح، وبجرب. كلمة الله ينور دي بتفرحني أكتر، يعني أكتر من العائد المادي. يعني بحس العميل لما يكون مبسوط من حاجة أنا عملتها ويكون مرتاح فيها، ويكلمني بعد فترة إن هو مرتاح في الحاجة دي، ببقى مبسوط من دي.